لكم. أنا عمري كله في الموسيقى يعني من صغري، وتعلمت الكثير ويعني ولي تجارب كثيرة في الموسيقى وفي الفن بشكل عام، فلا بد يعني بتأثر على سير المعهد وتعليم المعهد وسمعة المعهد أيضا يعني سمعة المعهد والحمد لله طيبة جدا، وفي خلال فترة كلش قصيرة يعني المعهد تبوى يعني مكانة جدا مرموقة في المجتمع. وبعدين احنا أيضا مو بس خلنا يعني أذكر ذي الشيء، أن جميع الطلبة اللي عندنا بالمعهد على يعني مو محددة للبحرينيين، عندنا جميع عندنا أجانب جميع الجنسيات جميع الجنسيات الموجودة على هذه الأرض موجودة عندنا يجون ومهتمين، ويعني كثير من الأجانب بصراحة لما جاءوا المعهد ما كانوا أبدا يتوقعون أنه ممكن يشوفون هذا المستوى في هذا يعني في يعني هم جايين في بعضهم جايين أسبوعين ثلاثة يعني تهم جايين مستوى فعرفوا عن المعهد وجاءوا المعهد، ما كانوا يتصورون ابدا انه ممكن يكون يعني في بلد صغير مثل البحرين معهد بهذا المستوى بهذا المناخ يعني احنا موفرين المناخ المناسب لتعليم الموسيقى، ودي وايد مهم وايد مهم يعني ان انت الواحد لما يجي ونراقب الطالب ونعطيه تقرير شهري عن تطوره شنو الضعف فيه ونشجعه حفلات نقدمه في حفله. تصور انت لما الطفل يتقدم في حفله يعني صحيح الحفل اللي شفناها من شوي طلبتنا يعني شوي فيهم متخوفين ومرتبكين لكن هذا صغير هذا الصغير عقب يعني عقب ما يوصل 15 سنة أو 20 سنة وحفلات مستمرة يعني أمام الجمهور فبصير عنده ثقة كبيرة. طيب أستاذ مبارك، يعني أكيد هناك الكثير من الطموحات والخطط المستقبلية في بالك تتمنى أن تحقق، نتعرف عليها؟ والله اللي موجود المعهد حاليا أنا دائما أقول ودائما اللي زورني وتشوف المستوى وتشوف كل شيء أقول ذي مجرد الخطوة الأولية، هذه المرحلة الأولى. إحنا طموحنا لمعهد البحرين للموسيقى كبير يعني كبير يعني أحيانا حلمنا يعني نقول يعني يا ريت الله يعطينا العمر ونحققه إن شاء الله، لكن يعني إحنا مصورين إنه يكون عندنا مكان مبنى خاص للمعهد مقر خاص يعني مبني خصيصا كمعهد موسيقى بقاعات، ويعني أتصور أتمنى يوم يكون عندي بالمعهد يعني مسرح لإقامة حفلات خاصة حفلات بالمعهد موسيقية خاصة حفلات موسيقية يعني المعهد قصدي المبنى معمول خصيصا للحفلات الموسيقية الجادة يعني الواحد يدخل المحل انه جاي يعني يتذوق موسيقى كل المناخ اللي كل اللي موجود امامه يعني يساعد انه يساعد موسيقى بالمحل. احنا نحاول يعني المحل يكون له مكانه مرموقه مو بس في البحرين على مستوى الوطن العربي يكون محل، نتمنى ان شاء الله ذي المحل الان بسيط انا اقول لك يعني ان شاء الله يتطور لكن اتمنى انه يتطور وياخذ له مكانه على مستوى الوطن العربي وينافس معاهد كبيرة يعني إن شاء الله. احنا نشكرك أستاذ مبارك ونبارك لك مرة أخرى ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق لهذا المشروع. شكرا لك. شكرا جزيلا. أهلا.
تتواصل أعزائي أعمال ندوة المراكز الحضارية في تاريخ الخليج العربي ودورها في تعزيز وحدة المنطقة، حيث تسلط الضوء على تاريخ المنطقة والمراكز الحضارية والدور الثقافي والاجتماعي والاقتصادي الذي تحقق عبر تلك المراكز وأثر ذلك في تعميق الصلات الاجتماعية بين دول الخليج. ما يدور في الندوة نراه في تقرير الزميلة معصومة. تتواصل ندوة المراكز الحضارية في تاريخ الخليج ودورها في تعزيز وحدة المنطقة تتواصل في مناقشة وبحث 13 ورقة عمل. مجمل البحوث والدراسات المقدمة من قبل الباحثين والأكاديميين والمهتمين، وذلك بهدف إبراز ما اطلعت به المراكز الحضارية التي ازدهرت في التاريخ من أدوار اقتصادية ثقافية واجتماعية. فكان جدول أعمال اليوم الثاني بادئا بورقة عمل للدكتورة ميمونة خليفة الصباح بعنوان العوامل المشتركة في تاريخ الخليج وتأثير ذلك على وحدة المصير وتعزيز الروابط الأخوية بين أبناء المنطقة. حقيقة أنا حرصت في ورقتي على أن بالفعل أتماشى مع عنوان الندوة حول الوحدة الخليجية في أو الصلة الوثيقة الصلات الوثيقة بين المراكز الخليجية المراكز الحضارية الخليجية على مر العصور لنصل إلى الطريق الموحد لدول مجلس التعاون أو لدول الخليج العربية. فهذا قد يكون جعل ورقتي طويلة، ولكن كان هذا هدف أساسي بالنسبة للورقة. وأنا أجد أن هذه العنوان هذا العنوان للندوة الحقيقة اختيار موفق، بالرغم من أنه يضع الباحثين أمام حيرة في عملية الربط بين التاريخ القديم والتاريخ الإسلامي والتاريخ الحديث والنظرة المستقبلية، ولكنها في النهاية هذه مطلوبة. لازم أساسا نربط هذا، لأن لنا من الصلات ومن التاريخ الواحد ومن العمل المشترك ومن المصالح المشتركة والأهداف المشتركة والمصير الواحد ما يدعونا إلى التوحد. نستند على التاريخ ونستعرضه، هو أساسا عمود لا بد منا للانطلاق للحاضر والمستقبل. وبالنسبة للفترة المسائية لفعاليات الندوة والمقامة في فندق الشيراتون، تطرقت لطبيعة الدور السياسي للمراكز الحضارية في الخليج، تكامل أم صراع؟ وقدمت هذه الورقة بالعنوان ذلك للدكتور جمال سند السويدي، وعرضها الأستاذ عبد الله الشيبة. الورقة بدون شك يعد الدكتور جمال سند السويدي مدير مركز الإمارات للدراسات البحوث الاستراتيجية وتعذر عليه الحضور لإلقائها. هي تتناول طبيعة دور المراكز الحضارية في منطقة الخليج العربية ودورها في تعزيز أواصر التعاون بين دول المنطقة، وهل هو تعاون أم صراع. في خلال الورقة تناول العديد من المحاور، منها الإطار المفاهيمي النظري زين، ومنها الإطار عدة إطارات أخرى موجودة في الورقة، ولكنه تناول تاريخيا المراكز الحضارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدور السياسي الذي قامت به كل منطقة في المنطقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن ثم اختتم الورقة بسيناريوهات للمستقبل وأشار إلى 3 سيناريوهات. وبحثا في الرؤية المستقبلية لإحياء التراث العمراني في منطقة الزبارة، قدم الدكتور جمعة الكعبي دراسة حول ذلك. بالنسبة للبيوت يعني بنيت من مواد تقليدية متمثلة، طبعا كان في السابق عندهم الموارد اللي احنا راح نتطرق لها ان شاء الله في العنوان الاخر، متمثلة في الحصى والجس والطين، وايضا كانوا السقف يستخدمون الدنشل ويستخدمون البامبو والمنغرور، طبعا هذه من خلال التبادل التجاري التي شهدتها منطقة الزبارة في ذلك الوقت. طبعا لكل بيت كان في هم يعملون حوش، وكان الحوش عبارة عن متنفس للعائلة، ويعني أيضا يكون متوسط هذا الحوش تكون على جوانبه الغرف، وأيضا هذه الغرف تكون مفتوحة للبضاعة، وأيضا يكون هناك بالنسبة يعني عادة للظروف والعوامل الجوية الحارة يكون هناك في هذا الحوش يعني سقيفة من جذوع النخل، وفي بعض يعملون
يعني وبعض الأخشاب بالنسبة للنوم، يعملون مثل يعني مثل يعني الاستراحة ويستغلونها لقضية النوم، لأن تكون في الحوش يكون الحوش عادة مفتوح وتدخل في التيارات. وختام اليوم الثاني لندوة المراكز الحضرية في تاريخ الخليج تضمن ورقة بعنوان دور المراكز الحضرية في دعم التكامل الاقتصادي وقيام السوق الخليجية المشتركة للدكتور محمد عبد الرحمن العسومي. ركزت على دور التجارة في إيجاد حضارات في منطقة الخليج، وأخذت منطقة الخليج بضفتي الشرقية والغربية. بدأت من أبو شهر ولينيا في إيران باعتبارهم مراكز حضارية في القرن الماضي، ومن ثم انتقلت إلى البحرين ودبي في الضفة العربية. لقد شهد الخليج عبر تاريخه قيام وتعاقب مراكز حضارية متعددة شهدت رخاء اقتصاديا وحفلت أيضا بألق ثقافي واجتماعي، اختلفت في مواقعها وفي مسمياتها لكنها بقت، وأيضا التقت في قاسم واحد مشترك وهو الدور الفعال في تلاحم شعوب المنطقة. ومن هذا المنطلق جاءت هذه الندوة بمحاورها ومشاركيها. معصوم عبد الكريم، برنامج باب البحرين. أهلا وسهلا بكم ثانية أعزائي. أعلن بيت التمويل الخليجي تأسيسه البنك الإسلامي الافتراضي، والذي يعتبر البنك الإسلامي الأول على مستوى العالم، والذي يقدم خدماته عبر الأنترنت، ويتخذ البنك دولة البحرين مقرا إداريا له، وسوف يوفر أدوارا استثمارية وخدمات مالية تتوافق مع الشريعة الإسلامية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد لممثلي المؤسسات المساهمة في البنك الافتراضي. تقرير إيمان مرهون فيه المزيد. بيت التمويل الخليجي البنك الأول من نوعه على مستوى العالم، كونه بنكا إسلاميا وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكونه أول بنك على الإطلاق يقدم خدمات مصرفية متكاملة عبر الإنترنت، حيث سيوفر أدوات استثمارية وخدمات مالية تتوافق والشريعة الإسلامية. يعتبر البنك الافتراضي الأول الإسلامي الجيل الثالث من البنوك الإسلامية. ابتدت الجيل الأول من البنوك الإسلامية ابتدوا في فترة السبعينيات معظم البنوك الكبيرة، ومن ثم فترة الثمانينات الجيل الثاني اللي معظمها بنوك استثمارية وجزء منها بيت التمويل الخليجي اللي أمثله. بالنسبة حق الجيل الثالث من البنوك الإسلامية اللي هي تعتمد على شبكة الإنترنت، ويعتبر هذا البنك الوحيد في منطقة الخليج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كبنك تقليدي إسلامي، بالإضافة يعتبر البنك الإسلامي الأول في العالم. وقد ولدت فكرة إنشاء هذا البنك من منطلق الأهمية التي تمثلها شبكة الإنترنت والازدياد الملحوظ في المعاملات التجارية التي تتم عبره. الرسالة اللي هي نقل مبدأ المصرفي الإسلامي إلى أكبر عدد ممكن من المسلمين في أنحاء مختلفة من العالم وبأسهل طريقة وبأقل كلفة حقيقة، هذا بالدرجة الأولى. ثم طبعا مواكبة التطورات الجارية حاليا، لأنه البنوك الإسلامية يمكن بدأت قبل 25 سنة أول بنك إسلامي، وتطورات اللي حاصل اليوم تتطلب من البنوك الإسلامية لكي تظل دائما في الريادة وفي السبق أنه تأخذ بالتكنولوجيا الموجودة لكي تصل، نتيجة أنه المسلمين تواجدهم في يعني بقاع كثيرة من العالم. أحد المنتجات التي سيعرضها بنك الإنترنت هي الاستثمارات العقارية، وذلك كما يوضح أحد الخبراء في هذا المجال وأحد أعضاء البنك. أنا مثل ريمون الاستشارات. طبعا احنا راح نركز في البنك على الاستثمارات العقارية، وراح نتطرق لها من عدة أبواب من ناحية